هذه هون داتا شيت لوينتر ماين. ايش اسم الشركة؟ فيستاس. فيستاس اللي هي شركة هولندية. وينتر واين هذا اول ما حكينا عنه ايش قلنا؟ شو 2 ميجا واتس؟ الكباسيتي بتاعته؟ اي كباسيتي؟ يعني ماكسيموم ولا اوتبوت؟ الاوتبوت الكتريكال ولا ميكانيكال؟ الكتريكال. اذا هاي هون اثنين ميجا وات، الان بدا يرتفع، صار عندنا ممكن يوصل حوالي 4 ميجا وات 5 ميجا وات، في بعض التيرباينز اكبر من هيك، بس هذا الان اللي شائع اللي موجود هون 2 3 4 ميجا وات، هاي الاوتبوت الكتريكال باور. الانبوت ميكانيكال باور طبعا اقل اكثر من هيك. قديش الافشنسي تقريبا للوينتر تيرباين تتوقعوا؟ 60% اقل من 60 26 بحدود ال 25 30 35 بهذا الرينج، هلا بنشوفه بنحسبه. نشوف إذا بقدر أفرجيكم الداتا شيت. عادة الوينتر باينز لفستس طبعا ممكن لشركة ثانية تستعملهم بطريقة أو تعملهم دينوتين بطريقة مختلفة، بس إذا بنطلع على الرينج مثلا تبع فستس منهم مجموعة هون، هذول كلهم 2 ميجا وات، في طبعا 4 ميجا وات، هلا بنشوف في داتا شيت ثاني ل 4 ميجا وات، هي 2 ميجا وات 2 ميجا وات 2 ميجا وات 2.1 ميجا وات، اختلاف اكبر شوي 2.2 ميجا وات. شو الاختلاف الرئيسي هون؟ الفي لفستس ال 90 هي قطر البليدز تبعتهم، قطر التيرباين 90 متر 100 متر 110 متر 116 متر 120 متر. طبعا كل ما كبرت قطر التيرباين ايش بزيد عندي؟ كميه الطاقه الميكانيكيه اللي بقدر اخذها. فلو احنا جينا رسمنا الان هي الهب، في الرسم يعني مش هذا بس، كل التيرباينز الكبار هذول لهم 3 بليدز 3 بليدز. اذا جينا الان حطيت دائره الشكل، هاي الدائرة كل الدائرة هاي هون بوتنشلي هي الطاقة اللي موجودة بالرياح اللي عمالها تضرب بالتيرباين. فراح نحسب الآن كمية الرياح اللي ضاربة على هاي المنطقة من ناحية باور، حتى نشوف قديش الانبوت ميكانيكال باور اللي داخلة على هذا التيرباين من هدول الرينجز اللي موجودة هون اللي هي من 90 ل 120. لو بدنا نيجي نحسب بالحالة هاي، في عندي هون اريا مظبوط؟ تتذكروا كيف لما كنا نحكي عن البي في، البي في له اريا؟ ايش الاريا تبعت البي في؟ اللي هي البانلز مش هيك؟ البانلز اللي شريتهم اللي هي مثلا متر مربع او مترين مربعين حسب قديش عددهم. هون في عندي كمان اريا، الاختلاف انه البي في الطاقه نازله بشكل عمودي للريدينس مش هيك؟ هون الرياح ضاربه بشكل افقي على هذا. ايش اللي بهمني بهاي الرياح اللي ضاربه في هاي المنطقه؟ الزاوية تبعيتها، نعتبر انه الزاوية مستقيمة، راح اعتبر انه الزاوية هون عمودية على هذا. سرعتهم وحجم البطاقة، سرعة الرياح 100%، قديش سرعة الرياح بايش بدي اقيسها؟ متر بير سكند. فبنقيس احنا سرعة الرياح في، راح نسميها في ويند، مثلا 12 متر بالثانية 14 متر بالثانية إلى آخره، أوكي؟ هذول عندنا هاي سرعة الرياح بتهم. فبدنا نحسب الآن كمية الباور، أو بدنا نحسب أول شيء الأريا اللي موجودة هون. فرح أطلب منكم تحسبوا لي الأريا تبعت التيرباينز هذول كلهم الخمسة in square meters.